في مفهوم المتغير العشوائي ونحل تمارين ومسائل لتثبيت مفهوم المتغير العشوائي. طبعا في الدرس الماضي حكيت عن المتغير العشوائي وقلت المتغير العشوائي هو دالي، نعم، معرفي على أوميجا وتأخذ قيم حقيقية. المتغير العشوائي هو الآلية اللي بدها تربط لي نتائج التجربة النوعية بنتائج عددية. نعم، مجموعة قيم المتغير العشوائي هي المجموعة إكس أوميجا، عبرت عنها ب R1 R2 حتى Rn، أعداد حقيقية. نعم، الحدث إكس يساوي Ri هو مجموعة الأحداث البسيطة التي من أجلها المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri. قانون التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي هو جدول يتألف من سطرين، في السطر الأول أضع قيم المتغير العشوائي R1 R2 حتى Rn، في السطر الثاني أضع FR1 FR2 FR3 حتى FRn، حيث FRi احتمال X يساوي Ri. يعني في السطر الثاني أضع احتمالات الأحداث التي من أجلها المتغير العشوائي يأخذ القيمة Ri، والتوقع الرياضي EX وهو عبارة عن إيش؟ مجموع جداءات كل قيمة باحتمال الحدث التي من أجل المتغير العشوائي يأخذ هذه القيمة. اليوم بدنا نتابع، لاحظ في عندي مثال، هذا المثال إجا دورة 2017، يحوي صندوق ثلاث كرات مرقمة بالشكل 1 2 3. نسحب من الصندوق كرتين على التتالي مع الإعادة. أول شغل يطلع لي على التجربة، نسحب من الصندوق كرتين على التتالي مع الإعادة. إكس متغير عشوائي يدل على مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. بعدين انتبه لي على تعريف المتغير العشوائي. المتغير العشوائي المطروح يدل على مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. إذا في عندك صندوق فيه ثلاث كرات مرقمة 1 2 3، تجربتك سحب كرتين على التتالي مع الإعادة. هنا أنت ملزم بالترتيب، ما عندك خيار، بدك تستخدم المبدأ الأساسي بالعكس. نعم، إكس متغير عشوائي يدل على مجموع رقمي الكرتين مسحوبتين. مجموعة قيم متغير يا طلاب، شو راح يكون مجموع رقمي الكرتين؟ أنا ممكن الكرتين يكون 1 1، مجموع 2، بجوز 1 2، بجوز 1 3، بجوز 2 3، بجوز 2 2، بجوز 3 3. معناته مجموعة القيم إكس أوميجا هي 2 3 4 5 6. إكس أوميجا 2 3 4 5 6. جدول التوزيع Ri Fri 2 3 4 5 6. لاحظ الحدث إكس يساوي 2، يعني المجموع يساوي 2 إمتى؟ عندما تكون الكرة الأولى 1 والكرة الثانية 1. نعم، الكرة الأولى 1، عندك كم كرة تحمل الرقم 1؟ كرة واحدة، يعني احتمالها 1 على 3، يعني اف 2 احتمال اكس يساوي 2، 1 على 3 ضرب الكرة الثانية 1، ايضا 1 على 3. لماذا؟ لان عملية السحب مع الاعادة، يعني فضاء العينة ما بينقص، عدد العناصر ما بينقص. 1 على 3 ضرب 1 على 3 ويساوي 1 على 9، اكس يساوي 2، حدث الاولى 1 والثانية 2، مكرر 2 عاملة. يا طلاب عندما يكون اللونين مختلفين، سحب كرتين واللونين مختلفين، نعم، وانا ملزم بالترتيب، الحدث مكرر 2 عاملي. اذا كان عندي 3 الوان مختلفه وسحبت 3، مكرر 3 عاملي. عندي 4 الوان مختلفه او 4 انواع وسحبت وألزمت بالترتيب، الحدث بتكرر 4 عاملي، باعتبار انا عندي كرتين مكرر 2 عاملي. اف 3 احتمال اكس يساوي 3 الاولى 1، عندك كم كره تحمل الرقم 1؟ 1، 1 على 3، الثانيه 2، 1 على 3 ضرب 2 عاملي. ما هي 2 عاملي؟ هي 2 ضرب 1. في ناس بتقول وبالعكس بجوز، والذي يساوي 2 على 9. الحدث اكس يساوي 4،
إمتى بيكون مجموع أربعة يا طلاب؟ أنا عندي ثلاث كرات، واحد واثنين ثلاثة، الأولى واحد والثانية ثلاثة وبالعكس، أو الأولى اثنين والثانية اثنين. خليكم معي. إذا إكس يساوي الأربعة، الأولى واحد والثانية ثلاثة مكرر اثنين عاملي، أو الأولى اثنين والثانية اثنين. في الأربعة احتمال إكس يساوي الأربعة، واحد على ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة ضرب اثنين عاملي زائد أو زائد الأولى اثنين والثانية اثنين، واحد على ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة، والتي تساوي اثنين على تسعة زائد واحد على تسعة، والذي يساوي ثلاثة على تسعة. الحدث إكس يساوي الخمسة، المجموع خمسة. الحدث إكس يساوي الخمسة، متى يكون مجموع خمسة؟ الأولى اثنين والثانية اثنين واثنين ثلاثة، أو بالعكس تماماً. أو بالعكس في نصيغها ب مكرر اثنين عاملي. نعم معي يا أنسي؟ اف الخمسة احتمال إكس يساوي الخمسة، واحد على ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة ضرب اثنين عاملي، والتي تساوي اثنين على تسعة. الحدث إكس يساوي ستة، حدث الأولى ثلاثة والثانية ثلاثة، هاد مكرر شيء اللي أفرض أنه بدي بدل، يعني أقول وبالعكس. لاحظي الأولى ثلاثة والثانية ثلاثة، تلقى أنه ما جبنا شيء نفس الأول تماما، لذلك هذا ما في بالعكس أو ما في مكرر. F الستة احتمال X يساوي الستة، والتي تساوي واحد على ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة ويساوي واحد على تسعة. طبعا F الستة بحطها تحت الستة، F الخمسة في الجدول طبعا حطها تحت الخمسة، وF الأربعة حطها تحت الأربعة، وF الثلاثة تحت الثلاثة، وF اثنين تحت اثنين بالشكل. واحد على تسعة، اثنين على تسعة، ثلاثة على تسعة، اثنين على تسعة، واحد على تسعة، جمعوا ليهم واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة، واثنين ثمانية واحد، تسعة على تسعة. شغلي صحيح. التوقع الرياضي هو المجموع من I تساوي الواحد حتى اشقد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني العداد بدي يقلب خمس قلبات. من I تساوي الواحد حتى الخمسة لمين؟ لـ RI بـ FRI. 2 ضرب 1 على 9 زائد 3 ضرب 2 على 9 زائد 4 ضرب 3 على 9 زائد 5 ضرب 2 على 9 زائد 6 ضرب 1 على 9. نعم طلاب، في طريقة تانية للحل. شلون ممكن أنا وفر حالي كثير جهد، أنه شلون أنا برسم جدول حجر النبض؟ برسم جدول له ثلاث أسطر وثلاث أعمدة، أسطر 1 2 3، أعمدة 1 2 3، سحب على التتالي مع الإعادة، فضاء العيني بده يكون عندي إيش قد؟ 3 ضرب 3، الكرة الأولى بثلاث طرق والكرة الثانية بثلاث طرق، يعني 9، والثنائيات بستبدلهم بالمجموع، وبعاملها معاملة تجربة رمي حجر النبض. مثال: يحوي صندوق 6 بطاقات مرقمة بشكل 1 2 3 4 5 6. نسحب من الصندوق بطاقتين معا. تجربتك سحب بطاقتين معا، بطاقة معا توافق X متغير عشوائي يدل على مجموع رقمي بطاقتين المسحوبتين. اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. نعم طلاب، لاحظ انا اذا بدي اكتب مجموعة قيم X، الواحد واثنين، الواحد وثلاثة، الواحد واربعة، الواحد وخمسة، الواحد وستة، لقي الأمر نوعا ما صار شاق. السبب أنه تعددني أنواع البطاقات، تعددني كثير الأرقام، صار الأرقام كثير مشان خفف العبء عن نفسي. أول شغلي عدد عناصر فضاء العيني، أنا عم بسحب تنتين معا من أصل ستة، توافيق ستة اثنين، توافيق ستة اثنين يعني يساوي 15، ستة ضرب خمسة على اثنين ضرب واحد 15. هنا أعبر عن أوميجا، أوميجا ثنائيات، وعبر عن أوميجا ومجموعة قيم المتغير العشوائي بالجدول. كيف هذا الجدول؟ ما وانا في عندي الصندوق في ست كرات، أول كرة 1 2 3 4 5 6، ثاني كرة 1 2 3 4 5 6. كلامي غلط، أنا عم بقول أول كرة وثاني كرة، ولكن كرة بدها تكون محصورة من 1 ل 6 وكرة بدها تكون محصورة من 1 ل 6. هنا لا يوجد ترتيب، سحب معا
لذلك يعني إذا في عندي واحد اثنين خلاص ما بيلتقى عندي اثنين واحد، ما عم بيجوا وراء بعض، عم بيجوا سوا. نعم، عدد عناصر فضاء العينة 15. شلون بدي حطهم على الجدول؟ هذا الجدول يا طلاب في 36 مربع، بحذف عناصر القطر الرئيسي 1 1 2 2 3 4 5 6 6، صح؟ هدول بحذفهم وبحذف العناصر اللي تحتهم. العناصر اللي بيضلوا مين هون؟ لاحظ هاي المربعات، نعم 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6، عدوا لي اياهم بيطلع معك 15 عنصر. نعم، هالثنائيات هدول بدي استبدلهم بشو؟ بتعريف المتغير اكس يدل على مجموع رقمي البطاقتين. لاحظ 1 زائد 2 3، هاي 1 و3 4، 1 و4 5، 1 و5 6، 1 و6 7، 2 و3 5، 2 و4 6، 2 و5 7، 2 6 8، 3 4 7، 3 5 8، 3 6 9، 4 5 9، 6 4 6 10، 5 6 11. عدت اليوم بيطلع معك 15 عنصر. اكس اوميجا قيم المتغير، لاحظ 3 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11، معناته اكس اوميجا هي 3 4 5 6 7 8 9 10 11. جدول التوزيع ار اي اف ار اي 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لاحظ بدي احسب الاحتمالات، لاحظ ولا بوصف ولا بتعدى، الجدول مرسوم قدامك وكله جاهز للعمل. شوف الحدث اكس يساوي 3 ما في حاجه، اف 3 احتمال اكس يساوي 3، في عندك كم وحده 3؟ وحده من اصل 15، 1 على 15. اف 4 احتمال اكس يساوي 4، عندنا كم ثنائيه 4 ايضا واحده، 1 على 15. اف 5 احتمال اكس يساوي 5، عندي 5 2، 2 على 15. اف 6 احتمال اكس يساوي 6، عندك 3 6، 6 6 6. اف 6 احتمال اكس يساوي 6، نعم 3 على 15، عفوا اعتذر، عندنا 6 2، نعم هاي 6 من الحجر، نعم هذا هنا خطأ باللفظ، لاحظ لازم نكون مغيرين اللون. 6 6 في عندنا كرتين تحملان الرقم 6، صح؟ لاحظ اف 6 احتمال اكس يساوي 6، 2 على 15. اف 7 احتمال اكس يساوي 7 يساوي 3 على 15، لاحظ 3 7 7 7. اف 8 احتمال اكس يساوي 8، لاحظ عندي 8 2، 2 على 15، هاي 15 وليست 9، نعم لاحظ. اف 9 عندك 9 2، 2 على 15. اف 10 1 على 15. اف 11 1 على 15. بتعودون بتجمعهم لازم يكون معك 15 على 15، واضح طلاب؟ التوقع الرياضي مجموع من اي تساوي الواحد حتى، شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9، من اي تساوي الواحد حتى التسعة، نعم ار اي اف ار اي بدل ان تقول 9، ار اي اف ار اي 3 ضرب 1 على 15، زائد 4 ضرب 1 على 15، زائد حتى 11 ضرب 1 على 15، والرقم هو عبارة عن عملية حسابية. نعم طلاب، قد يتساءل السائل ليش احنا استخدمنا الصندوق؟ لانه انا هون عندي 6 بطاقات مختلفة، انا اذا بدي اكتبهم ثنائيات وافرض لكل وحدة حدث بصير العمل طويل وشاق نوعا ما، لذلك طريقة الجدول نختصر كثير من الحل ونسهل حالنا كثير. مثال نفس الصندوق السابق، هذا اللي فيه 6 كرات والمتغير يدل على مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين، نعم لكن غير طريقة السحب، السحب هي طريقة السحب على التتالي مع الإعادة، طريقة السحب هي طريقة السحب على التتالي مع الإعادة، نعم لاحظ
اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. يطلب باعتبار لاحظ صندوقك في 6 كرات، باعتبار انا اسحب كرتين على التتالي مع الاعادي ان اوميجا. ان اوميجا ايش قلبها تكون؟ الكره الاولى بتنسحب بكم طريقه؟ بستي، والكره الثانيه بستي، معناته انا عندي 36 عنصر، صح؟ واضح. نعبر عن اوميجا ومجموعه قيم طيرها شوي بالجدول نفسه. انا عندي 36 عنصر، معناته بدي اخذ كل العناصر. انا بسحب على التتالي مع الاعادي، الواحد واحد بتنخذ، الواحد اثنين بتنخذ، اثنين واحد بتنخذ، ثلاثة اربعة بتنخذ، اربعة ثلاثة بتنخذ. هون في ترتيب، اجت ثلاثة اربعة ممكن يجي اربعة ثلاثة. لاحظ هنا يوجد ترتيب، اجاني العنصر ثلاثة اربعة بيجيني بالمقابل اربعة ثلاثة. نعم، لاحظ عبرت عن اوميجا ومجموعة قيم المقير بالجدول اكس اوميجا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جدول التوزيع لاحظ ار اي اف ار اي، ولا تنسوا انا استبدلت الثنائيات بشو؟ استبدلت الثنائيات بالمجموع. نعم، يعني الثنائي 1 1 حطيت مجموعها، على سبيل المثال الثنائي 2 4 انا حطيت مجموعها، الثنائي 3 2 انا حطيت مجموعها، الثنائي 4 3 انا حطيت مجموعها، الثنائي 5 5 حطيت مجموعها. نعم طلاب مع بعض، اف 2 احتمال اكس يساوي 2 1 على 36، اف 3 احتمال اكس يساوي 3 عندك 3 2 2 على 36، اف 4 احتمال اكس يساوي 4 3 على 36، اف 5 احتمال اكس يساوي 5 4 على 36. نفس ارقام حجر نرد مرتين، والمتغير يدل على مجموع رقمي الوجهين. F6 احتمال X يساوي 6 5 على 36، F7 احتمال X يساوي 7 لاحظ 6 على 36، F8 احتمال X يساوي 8 5 على 36، F9 احتمال X يساوي 9 4 على 36، F10 احتمال X يساوي 10 3 على 36، F11 احتمال X يساوي 11 2 على 36، وF12 احتمال X يساوي 12 1 على 36. التوقع الرياضي المجموع من إيه لين؟ من I تساوي الواحد، شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الآي عداد، أنا بعد عد من I تساوي الواحد حتى ال 11 RI FRI 2 ضرب 1 على 36 زاد 3 ضرب 2 على 36 زاد حتى 12 ضرب 1 على 36. نعم لاحظ عملية حسابية بحسبها وبحصل على توقع رياضي. تمام طلاب؟ طيب نفس المثال السابق، لو كان طريقة السحب على التتالي دون إعادة، صح؟ ايش قد ان اوميجا هون؟ الكرة الأولى بتنسحب معك بكم طريقة؟ بستة، صح؟ والكرة الثانية بخمسة. حكي صح ولا مو صح؟ انا عم بسحب عم بشيل بس ما عم برجع. 6 ضرب 50 30. برسم الجدول نفسه بستثني مين؟ عناصر القطر الرئيسي. الواحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة ستة. عاد عناصر أوميجا 30. يعني باخذ كل عناصر الجدول بستثنى عناصر القطر الرئيسي. نعم؟ لو كان نفس المثال مع طريقة السحب على التتالي دون إعادة. طلاب مفهوم؟ مفهوم طلاب؟ هل يوجد سؤال؟ هل يوجد استفسار؟ تمام. مثال، أنا غيرت طريقة الكتاب، حليته بطريقة انتبهوا علي أسهل من طريقة الكتاب بكثير. قال يحوي صندوق 6 بطاقات تحمل الأرقام، نفس الصندوق سبحان الله، 1 2 3 4 5 6. يحوي صندوق 6 بطاقات تحمل الأرقام 1 2 3 4 5 6. نسحب من الصندوق بطاقتين على التتالي دون إعادة، سواء معا ومع الإعادة. هلا نسحب من الصندوق بطاقتين على التتالي دون إعادة. إكس متغير عشوائي يدل على الرقم الأكبر من بين البطاقتين مسحوبتين. ممكن أنت عم تسحب بطاقتين، النتائج اللي ثنائيات، المتغير العشوائي هالثنائي هاي بده يربطها بايش؟ برقم. مين هو الرقم؟ الرقم الكبير من الثنائي. خلاص هيك معرفين لك يا
اشتغل على الأساس. إذن X متغير عشوائي يدل على الرقم الأكبر من بين البطاقتين المسمومتين. اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالية واحسب التوقع الرياضي. يا طلاب أنا أول شغل يطلع طريقة السحب، السحب على التتالي دون إعادة، نعم، وإكس متغير عشوائي دون رقم أكبر من بين بطاقتين المسمومتين، أنا بدي أعطي أهمية الترتيب، نعم. لاحظ عدد عناصر أوميجا قبل كل شيء. يا طلاب البطاقة الأولى أنا بسحبها بكم طريقة؟ عندي خيار 2 3 4 5. البطاقة الأولى تسحب بست طرق، سحب على التتالي دون إعادة. البطاقة الثانية تسحب معي بخمس طرق، لاحظ 6 ضرب 5 ويساوي 30. هذا المبدأ الأساسي بالعد. البطاقة الأولى بست طرق أنا سحبت ما رجعت، البطاقة الثانية بخمسة، 6 ضرب 5 يساوي 30. بعبر عن الأوميجا هالثنائيات هذول أنا ما بكتبهم، كتبتهم بتعب، ما بكتبهم، بعبر عن أوميجا ومجموعة قيم المتغير العشوائي بالجدول. لاحظ عيني هذا نفس جدول حجر النار باعتبار أنه 6 بطاقات، 1 2 3 4 5 6، وهون 1 2 3 4 5 6، عندي 30 عنصر. هون خلينا نفكر مع بعض، مين اللي بده يطلع برا؟ اللي بده يطلع برا هني عناصر القطر الرئيسي، الواحد واحد، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6. ليش بدهن هدول يطلعوا برا؟ خلونا نفكر مع بعض. انا عم بقول نسحب كرتين على التتالي دون اعاده. انطلعت معك الكره الاولى 2، انت شلتها بس ما رجعتها، رجعت سحبت، معقول يطلع معك 2؟ لا، معناته 2 2 مو موجود، بالمقابل 1 1 مو موجود، والثلاثة ثلاثة ما موجودة، والأربعة أربعة، والخمسة خمسة، والستة ستة، نعم. هذا اللي خلى عناصر، عدد عناصر في المربعين 30، نعم. ما بكتب ثنائيات في المربعات، ولكن شو بكتب؟ بكتب أرقام اللي أعطانا إياها المتغير العشوائي. المتغير العشوائي يطلب لا يدل على مجموع. المتغير العشوائي يقارن بين رقميها الثنائي وبيأخذ الرقم الأكبر. هاي الثنائية هي 1 2، متغير العشوائي شو بدي ياخذ؟ بدي ياخذ رقم 2. هاي الثنائية يقولوا لي اياها سطر عمود 1 3، المتغير العشوائي بياخذ قيمة 3. هاي 1 4، متغير العشوائي اخذ 4، بالمقابل هون 5 بدي ياخذ، هون 6. على سبيل المثال هون قولوا لي هالثنائي 3 5، متغير العشوائي بدي ياخذ 5، هون 4 2، متغير العشوائي بياخذ قيمة 4، يدل على الرقم الأكبر من بين البطاقتين المسحوبتين، صح؟ هون 6 5 بياخذ 6، 6 4 بياخذ 6، هون 2 1 بياخذ 2، نعم. أمعن النظر في هذا الجدول، بتلاقي مجموعة قيم المتغير العشوائي أشو الأرقام؟ 2 و 3 و 4 و 5 و 6. الحكي صح ولا مو صح؟ المتغير العشوائي شو بده ياخذ قيم؟ المتغير العشوائي يا طلاب بده ياخذ القيم 2 3 4 5 6. جدول التوزيع ار اي اف ار اي 2 3 4 5 6، بدي احسب احتمال الاحداث. اف 2 احتمال اكس يساوي 2، في عندي كم 2؟ هذا 2 وهذا 2، من اصل ايش قد؟ اصل 30، 2 على 30، نعم. اف 3 احتمال اكس يساوي 3، لاحظ هون 3 وهون 3، نعم، واضح. 4 على 30 اف الاربع احتمال اكس يساوي 4، 6 على 30 خذوا لي السطر، بعدين خذوا لي عمود، 6 على 30 اف الخمسة احتمال اكس يساوي 5، 8 على 30 اف الستة احتمال اكس يساوي 6، 10 على 30، صح؟ هون 5 ستات وهون 5 ستات، صح؟ 10 على 30، وعوض اف 2 واف 3 واف 4 واف 5 تحت كل قيمة، اف 2 2 على 30، اف 3 4 على 30، اف 4 6 على 30، اف 5 8 على 30، اف 6 10 على 30. اجمع لي هون 2 و 4 6 و 6 12 و 8 20 و 10 30 على 30، نعم. التوقع الرياضي هو المجموع من اي من اي تساوي الواحد حتى، شوف، واحد اثنين
ثلاث أربعة خمسة. من I تساوي الواحد حتى الخمسة RI FRI. EX المجموع من I تساوي الواحد حتى الخمسة RI FRI، والتي تساوي 2 ضرب 2 على 30 زائد 3 ضرب 4 على 30 زائد 4 ضرب 3 على 60 زائد 5 ضرب 8 على 30 زائد 6 ضرب 10 على 30. مفهوم طلاب؟ هل يوجد سؤال؟ هل يوجد استفسار طلاب؟ مفهوم طلاب؟ وضحت نعم استاذ نعم. طريقة تمام. مثال، يحوي صندوق 10 كرات متماثلة، إن كرة سوداء والباقي حمراء. إذا الإن سوداء شقد بده يضل حمراء برأيكم؟ خلوني أسمعها من حدا منكم. عندك 10 إن سوداء شقد بده يتم حمراء؟ نعم ناقص واحد. الله أكبر. 10 ناقص إن تماما 10 ناقص إن 10 ناقص إن. نعم، إذا لاحظ يحوي صندوق 10 كرات متماثلة، خليكم معي يا طلاب، إن كرة سوداء والباقي حمراء. إذا في عندي إن كرة سوداء إيش قد بدي ضل؟ 10 ناقص إن كرة حمراء. نعم، نسحب من الصندوق كرتين معا توافق. نعم، بس هون ترى مجرد يعني إنه بس هيك يعني إنه فلسفي مو أكثر، فلسفي بالكلام. قال احسب بدلالة إن المقدار بواحد احتمال الحصول على كرتين مختلفتين من اللون. احسب بدلالة إن، طبعا إجباري بيطلع عن دلالة إن لأنه الإن ما بعرفها. احسب بدلالة إن المقدار بـ2 احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون. طلب الثالث، من أجل إن يساوي الخمسة ليكون إكس متغير عشوائي يدل على عدد الكرات السوداء المسحوبة، اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. طلاب خلونا مع بعض. لاحظ الصندوق في 10 كرات متماثلة، N سوداء و10 ناقص N حمراء. N سوداء و10 ناقص N حمراء. احسب بدلالة أن المقدار بـ1 احتمال حصول كرتين مختلفتين بالكرة. بدك تفرض حدث أي حدث الحصول على كرتين مختلفتين. الحكي صح ولا مو صح؟ وصف أي أي مثلا حصل كرتين مختلفتين؟ أنا ما عندي ترتيب، ما أنا عم استخدمه. كرة سوداء وكرة حمراء، مو هيك وصفه؟ احتمال الأي، من احتمال الأي؟ هو البي واحد. هاي بقى من كل هالسالفة. يعني بقول لك احسب دوت إن بي واحد، بي واحد هو احتمال الأي. احتمال الأي توافيق إن واحد. أنا في عندي N السودة بدي منه الوحدة، الحمر إنه اللي بيضله 10 ناقص N فاصل واحد، من السود بدي وحدة ومن الحمر بدي وحدة، توافيق N واحد بتوافيق 10 ناقص N فاصل واحد على توافيق العشرة اثنين. نعم، توافيق N واحد أي N، توافيق الخمسة واحد خمسة، توافيق الأربعة واحد أربعة، توافيق مي واحد مي، صح؟ وتوافيق 10 ناقص N فاصل 1 10 ناقص N، N ب 10 ناقص N على 10 ب 9 90 على 2 45، دخل لي N على القوس 10 N ناقص N مربع. هاي الطلب الثاني، احسب بدلالة N المقدار ب 2 احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون. أيضا تفرض حدث وتحسب B حدث الحصول على كرتين من نفس اللون. وصف B، أنا إذا بدي كرتين من نفس اللون، بدي كرتين من نفس اللون، وصف بي شلون بدي يكون؟ يا أما كرتين سوداوين يا أما كرتين حمراوين. أنا تجربتي سحبت التنتين سوا مع بعض، يا أما التنتين سود يا أما التنتين حمر، هيك بيكون الكرتين من نفس اللون. لاحظ احتمال البي هو البي 2، شوف بي 2 والمقدار بي 2 هو احتمال البي، احتمال البي هو البي 2. لاحظ بدي بالسود تنتين توافيق ان 2 الاو زائد، بينما متوى الوا ضرب فرز لي المعلومات، كرتين حمراوين عندك 10 ناقص ان حمراء بدك منهم 2 توافيق 10 ناقص ان فاصل 2.
على توافيق 10 2 نحسب توافيق الان 2 ان بتحته يعني ان بان ناقص 1 على 2 عامل يعني 2 ضرب 1 زائد 10 ناقص ان ب 10 ناقص ان ناقص 1 على 2 ضرب 1 لاحظ قول 2 ضرب 1 2 وقول 2 ضرب 1 2 يعني اكسور الموجودات في البسط ايش قد مقامهم 2 اذا اخذت انا البعيدين بسط قريبين مقام 2 مقطوع ضرب 45 لاحظ بصفة 90 في المقام الحكي صح ولا مو صح لاحظ بدي اشتغل في البسط هيك ظبطه بحيث اني اكتبه بافضل شكل لاحظ دخلنا ان على القوس ان مربع ناقص ان زائد بس هذا القوس هيك بده شويه تظبيط مسبوق باشاره زائد 10 ناقص ان بي طلاب 10 ناقص ان ناقص 1 انا بجمع بشكل الثابت مع الثابت 10 ناقص 1 9 يعني ب 9 ناقص ان على 90 ولا تساوي ان مربع ناقص ان وفك القوس الاقواس مع بعض 10 ب 9 90 10 بناقص ان ناقص 10 ان ناقص ان ب 9 ناقص 9 ان ناقص ان بناقص ان زائد ان مربع على 90 واكتبها على شكل كثير حدود نعم بشكل معياري 2 ان مربع ناقص 10 ان زائد 90 على 90 بتلاحظ انه قابل للاختصار انا اذا طلعت 2 عامل مشترك في البسط وروحتها مع ال 90 بمشي الحال طلعت 2 لبرا ان مربع ناقص 10 ان زائد 45 على 90 2 على 90 سقط 45 في المقام احصل على الكسر ان مربع ناقص 10 ان زائد 45 على 45 واضح طلاب واضح الطلب الثالث قال من اجل ان يساوي ال 50 ليكن اكس متغير عشوائي يدل على عدد الكرات السوداء المسؤوله الجماعه قالوا لنا في عندك ان 50 يعني خمس كرات سوداء ايش قد بيضل عندي حمه اذا الصندوق فيه 10 اكيد 50 مو هيك الطلب الثالث لاحظ من اجل ان يساوي ال 50 بصير عندي في الصندوق خمس كرات سوداء وخمس كرات حمراء وسحب معه نعم المتغير العشوائي يا طلاب يدل على عدد الكرات السوداء المسحوبة المتغير العشوائي يا طلاب يدل على عدد الكرات السوداء المسحوبة أعيد المتغير العشوائي يدل على عدد الكرات السوداء المسحوبة أنا عند اللي عم بسحب تنتين معا من صندوق في خمسة سود وخمسة حمر عم بسحب معا ممكن يطلعني التنتين حمر يعني ما احصل ولا على وحده سوداء ممكن وحده سوداء ووحده حمراء ممكن تنتين سود صح بصير احصل على ثلاثه سود لا لان انا كل اللي عم شيلها التنتين الحكي صح ولا مو صح معناته اكس اوميجا 0 1 2 جدول التوزيع ار اي اف ار اي البسط 0 1 2 لاحظ لازم بدي احسب احتمالات الاحداث اريد اف الصفر الحدث اكس يساوي الصفر ايمت بيكون ما في عندي ولا كره سوداء عندي الكرتين اللي سحبتهم مع بعض كاني حمر اكس يساوي صفر حدث الحصول على كرتين حمراوين اف الصفر احتمال اكس يساوي صفر والتي تساوي توافيق ال 5 2 على توافيق ال 10 2 5 ضرب 4 20 على 2 10 10 ضرب 9 90 على 2 45 اف الصفر بتحط لي اياها تحت الصفر الحدث اكس يساوي الواحد متى احصل على كره سوداء؟ مو المتغير العشوائي يدل على عدد كرات السود اكس يساوي الواحد امتى؟ عندما احصل على كره سوداء وكره حمراء صح؟ هيك انا بحصل على كره سوداء واحده وحده سوداء وحده حمراء لانه انا نتيجتي راح يكون تنتين نعم الواحد ضرب في الواحد احتمال اكس يساوي الواحد توافيق الخمسه واحد ضرب توافيق الخمسه واحد صح بدي من السود وحده توافيق خمسه واحد الواحد ضرب بدي من الحمر واحده
عندي خمسي حمر توفي خمسي واحدة توفي عشرة اثنين، خمسي ضرب خمسي على 45، 25 على 45. الحدث إكس يساوي 2، حدث الحصول على كرتين سوداوين. حدث إكس يساوي 2، نعم هون إف 2، احتمال إكس يساوي 2، نعم طلاب هون إف 2، احتمال إكس يساوي 2، نعم أي 4 خطأ مطبعي، لاحظ تصلحوا لي إياها كلياتكم تماما، والتي تساوي توافيق 5 2 على توافيق 10 2. عندي 5 سود بدل منهم 2، توافيق 5 2 على توافيق 10 2 يساوي 10 على 45. التوقع الرياضي انا طبعا ما فيني احصل على 3 سود لانه كل عم اسحبه انا 2، مجموع من اي تساوي 1 حتى اشقد. في عندك كم العداد بيقلب كم مره؟ مره 2 3 من اي تساوي 1 حتى 3 ار اي اف ار اي 0 ضرب 10 على 45 زاد 1 ضرب 25 على 45 زاد 2 ضرب 10 على 45. شوف 0 ضرب 10 على 45 0 25 على 45 و20 على 45 يساوي الواحد. الوقت الرياضي يساوي الواحد.